أرحب بالسادة الحضور أعضاء مجلس ولائي، أعضاء المجلس الشعبي البلدي، الأسلاك الأمنية والشبه الأمنية، فنانين، جمعيات، مجتمع مدني، السادة الحضور، عائلات، أطفالنا، مرحبا بكم في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل. نتوسل إلى الله عز وجل بأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. في البداية أعتذر بكثافة الحضور، نحن ننتظر صاحب القاعة ريثما وسألناه بأن يدعو لنا ينهي تراويحه كي ربما يزودنا ببعض الكراسي، فمعذرة. كما قلت، كما دأبت العادة ونحن في هذا الشهر الكريم، نتذكر إحدى الشخصيات التي ربما قبل السنة الماضية وإن تزامنت مع الوباء، نترحم بهذه المناسبة على روح الرئيس السابق سيدنا عبد القادر القاس رحمه الله. كما قلنا، جرت العادة أن نساهم ولو ببسيط أمل في زرع بهجة وسرور في قلوب شريحة معينة من العائلات عن طريق تنظيم عملية ختام. وبالمناسبة قمنا والحمد لله، ونشكر أيضا مختلف العيادات، كل باسمه، كل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذه العملية في إنجاحها. كما أشكر المتبرعين والمساهمين وكل من ساهم في هذا الحفل. نرحب بالسادة رؤساء البلدية أيضا، سوف نوفر لكم المكان إن شاء الله. بارك الله فيكم، ربي يجازيكم، وشكرا.